فيها حاجة؟ البت دي شغالة معاك وقافلة تليفونها وأنا مش عارف أوصل لها، أنا ماليش فيه، أنا عايز فلوسي، أنا معذور. عزة؟ عزة، الكمبيالات دي بتاعت مكنة كانت واخدها مني، ولاجل الأمانة، شوف لاجل الأمانة اديتني 5 بواكي من كام يوم وما خدتش بيهم إيصالات. 5 بواكي ومن كام يوم؟ وكتت وقفلت تليفونها واختفت خالص، بس فتحته امبارح بالليل. وايه اللي فتحته امبارح بالليل؟ انت بتقول لي يا جدعان؟ عزة مات يا معلم. يا معلم الحوار الهالك ده تعمله على حد تاني، على الحكومة، انما انا لا، نو اند نو. وايه اللي نو اند نو؟ حوار اللي هنعمله عليك يا جدع؟ انت جرب مخك حاجة. طب ايه رأيك بقى؟ ساعة ما كنت انت بتدفنها كانت عندنا في البيت. عندك في البيت ازاي يعني؟ ما انا استغربت، قلت يمكن عزة تاني ولا حاجة، لحد بقى ما سمعت حوار القضية. انت بتقول تليفونها اتفتح امبارح بالليل؟ ايوه ده انا نسيت. هو انت معاكي موبايل تاني غير اللي النيابة خدته منك؟ لا ده مش بتاعي، ده محمول واحدة صاحبتي. صاحبتك؟ ايه في ايه؟ لا ولا حاجه، دي الزهر صاحبتي راحت للوكاندا ما لقيتنيش، واني خدت المحمول بتاعها. ينوبك ثواب، ينوبك ثواب بقى تقف على جنب اروح ارجعه لها. تقف فين بس؟ وبعدين انت ناسي اللي مستنينك عند الاوتيل. لا ما نسيتش، ما ماني هنقابلوها في حته تانيه. طب ردي عليها، طيب تشوفها فين؟ لا ما قفلت، هنبقى نكلموها على رواقه. واحنا بقى هنروحوا فين المره دي؟ اوعى تقولي نفس المكان، ولا يا ابله غدا بتاعتك فوق نافوخي. ما تقلقيش، انا عندي ترتيبات تانية خالص المره دي، محدش هيعرف ياخدك مني تاني. بص قدام. يبقى اكيد بقى شركه المحمول عرفت انها ماتت، او حد قفش المحمول ساعه الحادثه. يا معلم حمو الله يبارك لك، الله يبارك لك، ما تشتغلنيش، احنا ولاد سوق زي بعض، واللي هيمشي عليك النهارده هيمشي عليا بكره. انت تعمل لي بكره وبعده؟ بقول لك ماتت، تحب نحلفه لك ولا نفتح التربه ونوريك الجته؟ لما هي ماتت، امال مين اللي كانت عندي ساعه ما كنت انت بتدفنها؟ عفريته. والعفريته برضو هتقفشك 5 بواكي؟ عز الله يرحمها ماتت ما فيش في جيبها 5 جنيه. الله يرحمك عزه، هتلاقيك انت بس مصطبح اصطباح عنب، والايام دخلت معاك في بعضيها. اقول لك ولا ريشه. عمره معلم. خد تعالى. مين اللي احنا استلمناها ودفناها وفكينا عنها الامانه؟ الله يرحمها عزه. قلتش حاجه انا من عندي؟ قلتش حاجه؟ انا في حوار كده كنت عايزك فيها كبير. حوار انت التاني. طب الاذن انت امسك الاصالات خليها معاك يومين ثلاثه كده، يوم الثلاث عدى عليا انا هدفع الفلوس دي، رحمه ونور هروح عزه. توكل على الله. استبين ابو اشرف. خير؟ السكوتر الولا ميدو ضرب رجالتك وعلم عليهم عشان شافهم راكبين السكوتر بتاع عزه.